في كل مكان. أسعد الله مساءكم وجميع أوقاتكم بكل خير. أحييكم بتحية الإسلام الخالدة، فسلام من الله عليكم ورحمته تعالى وبركاته. من هنا من عاصمة ميادين سباقات الهجن العربية الأصيلة، وفي العاصمة الحبيبة أبوظبي، تعلن بداية هذا الانطلاق لمساء هذا اليوم الخاص بالذلل الثنائي الأصايل. أشواطنا التي خصصت لأصحاب السمو والشيوخ في مساء هذا اليوم، هذا اليوم الجميل والفضيل، مساء يوم الجمعة الموافق للثامن والعشرين من شهر نوفمبر لعام 2014، وهنالك عدد أشواطنا في هذا المساء 13 شوطا سوف تكون حاضرة بإذن الله تعالى، وعبر الهواء مباشرة وعبر قناة أبوظبي الرياضية الثانية التي تنقل لنا هذه الأحداث الهامة وكل ما يدور داخل أرضية هذا الميدان بعدسات المصورين وإخراج المخرج العزيز أسامة الهواري. هكذا تعلن هذه البداية ويعلن هذا الانطلاق شوط الثنايا البكار المحليات الأصايل، ومسافتنا هي 8 كيلومترات التي أعلنت البداية وأعلنت من خلال هذا الانطلاق، لنتعرف على المراكز الأولى ونتعرف على الأسماء التي تتواجد دائما وأبدا في صلب المنافسة وفي مقدمة الأشواط وفي الأشواط الرئيسية الأولى. المركز الأول، المركز الأول في هذه اللحظات تقدمت مهابة لسمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان، يتقدم بو ناصر، يتقدم الزعيم العيناوي، من يتقدم مع هذا الشعار العيناوي الجميل محفوظ بن خميس لينيبي في عملية التضمير والمتابعة والانطلاق والتضمير. النقلة مباشرة إلى المركز الثاني، القادمة مع المركز الثاني والمتواجدة في هذه اللحظات الشاهينية، الشاهينية تأتي مع المركز الثاني لسمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد بن سعيد المكتوم، يتقدم المضمر حمد بن ضعيف بن غدير الكتبي في عملية التضمير والمتابعة للشاهينية. من تأتي مع المركز الثاني؟ المركز الثالث، القادمة مع المركز الثالث في هذه اللحظات والمنطلقة بشعار هجن الرئاسة، تقدمت في هذا اللون الجميل، انطلقت مع اللون الأحمر والمنطلقة مع المركز الثالث، تأتي العاصمة، العاصمة تتقدم في هذه اللحظات في عاصمة الميادين وفي العاصمة أبوظبي، والتي دائما ما تقدم لنا شعار هجن الرئاسة وتقدم النواميس دائما للعاصمة أبوظبي. تأتي العاصمة لهجن الرئاسة، يتقدم المميز مبارك بن أحمد بن مايد الخيالي في عملية التضمير كمميز للمضمرين. المركز الرابع، اللي قادمة مع المركز الرابع، انهدت الهدة على مستوى المركز الرابع، الهدة تعود الملكية لهجن الرئاسة، يقدمها في التضمير صالح بن سعيد بالعرج المري، يتقدم مع المركز الرابع. المركز الخامس، القادمة مع المركز الخامس، ندى تعود ملكيتها لسيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد بن سعيد المكتوم وطارش بن مبارك بالقوبع، يأتي في عملية التضمير والمتابعة والمراقبة لهذا الشعار. هكذا متابعين الكرام، نداؤنا لهذه الأسماء المتقدمة والأسماء التي تواجدت في هذا الشوط وانطلقت على
مستوى المراكز الأولى. هكذا نعود إلى المقدمة وإلى الصدارة وإلى المركز الأول، وما زالت أم هنا اللي غيرت واحتلت المركز الأول، احتلت مقدمة الشوط العاصمة 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 العاصمة. من تتقدم، من تجعل المركز الأول موطنا لها، موطنا ومكان آمن لهذا الشعار، وهو دائما ما يجعل النواميس مقرا له ويجعل الذهب هو الوطن، هو الوطن ولا بديل عن الوطن. وها هنا العاصمة كما تحتفل مع المركز الأول، والعاصمة هي من تجهز وتحتفل أيضا باحتفالات اليوم الوطني المقارب للثالث والأربعين لهذا الوطن الغالي لدولة الإمارات العربية المتحدة. خليجنا واحد واحتفالتنا دائما ما تكون واحدة. العاصمة مع المركز الأول لهجن الرئاسة يتقدم مبارك بن أحمد بن مايد الخيلي في عملية التضمير المميز، يتقدم بو أحمد المركز الثاني. المركز الثاني القادمة الشاهينية لسمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد بن سعيد المكتوم، والمضمر هو حمد بن ضعيب بن حمد بن غدير الاكتبي في عملية التضمير. المركز الثالث القادمة مع المركز الثالث مهابة، مهابة تأتي ثالثا لسمو الشيخ محمد، لسمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان، يتقدم شعار سموه مع المركز الثالث في هذه اللحظات، والمضمر هو محفوظ بن خميس لينيبي. يتقدم بو ناصر الزعيم، الزعيم العيناوي، بينما المركز الرابع القادمة مع المركز الرابع الهدى لهجن الرئاسة تأتي مع المركز الرابع، ويأتي المضمر صالح بن سعيد بالعرج المري في عملية التضمير، بينما المركز الخامس تأتي هنالك مع المركز الخامس من واقع شعاري سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد بن سعيد المكتوم، وطارش بن مبارك بالقوبع في التضمير مع ندى. هكذا متابعين الكرام النداء لهذه الأسماء المتقدمة. نعود إلى مقدمة الشوط، نعود إلى المركز الأول، أعود إلى العاصمة. العاصمة ويا كم ناموس جابه المميز للعاصمة، يا كم ذهب، يا كم سيف، والكؤوس التي تلمع بالذهب أتى فيها المميز، أتى فيها باسم العاصمة. وأحيان وأسماء كثيرة ونواميس لا تنسى باسم دولة الإمارات العربية المتحدة، وكان آخر إنجاز سجل وسجل وسجل مع بدران، مع ذلك البدر، مع ذلك القمر المكتمل، مع الأسماء القوية وأسماء لا تنسى، الوارية وما شابه الوارية من ذلل أصايل تسجل بالقلب قبل أن يسجلها التاريخ. يأتي الآن المميز مبارك بن أحمد بن مايد الخيلي مع جسر العبور ليقدم لنا العاصمة، والعاصمة هي من تتعدى جسر العبور مع المركز الأول. المركز الثاني، من تأتي مع المركز الثاني تتقدم مهابة لسمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان محفوظ بن خميس لينيبي في عملية التضمير والمتابعة والانطلاق. المركز الثالث، تأتي الشاهينية مع المركز الثالث لسمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد المكتوم حمد بن ضعيف بن حمد الاكتبي في عملية التضمير والعناية. وهكذا متابعين الكرام الأسماء التي تتقدم، وهنالك أيضا نداء أم الهدى على المركز الرابع لهجن الرئاسة صالح بن سعيد بالعرج المري في عملية تضمير. الهدى هكذا
هكذا الأسماء التي تقدمت، هكذا الأسماء التي تواجدت في هذا الشوط. ونعود إلى مقدمة الشوط، نعود إلى المركز الأول، إلى العاصمة. العاصمة ما زالت العاصمة والمركز الأول موطنا ووطن لها، والعاصمة مع مقدمة الشوط باللون الجميل، باللون الأحمر الكامل، باللون الفاخر، مع هذا الشعار الذي دائما ما نتفاخر فيه ويتفاخر فيه المحبين والعاشقين المتيمين المغرمين بالعاصمة وبشعار العاصمة. مبارك بن أحمد بن مايد الخيلي من يتقدم مع شعار هجن الرئاسة مع المركز الأول ومع العاصمة. المركز الثاني مهابة لسمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان محفوظ بن خميس إلينيبي في عملية التضمير. وها نحن نقترب من منعطف الحقيقة، منعطف الحقيقة، وما زالت العاصمة ومهابة على المركز الثاني. العاصمة لهجن الرئاسة، هجن الرئاسة التي قدمت كل ما بوسعها من أجل إحياء هذا التراث العريق ودعم رياضة الآباء والأجداد. وكما نذكر بأن يوم الأحد القادم بإذن الله تعالى وصباحية يوم الأحد سوف تكون البداية الأولى لانطلاقة جائزة زايد التراثية الكبرى التي ينتظرها أبناء الخليج في كل عام وفي كل موسم وفي نفس الوقت. وبالتحديد هكذا سوف تكون الاحتفالية مغايرة لذلك المهرجان ولتلك الجائزة، والاحتفالات بدأت من قبل أن يبدأ الكرنفال الخاص بسباقات الهجن. بدأ مهرجان زايد التراثي في منطقة الوثبة هنا في العاصمة الحبيب الإمارات هي أبو ظبي، والعاصمة هي العاصمة اللي على المركز الأول، ما ترضى إلا في المراكز الأولى. والآن وقت التدشين والتجهيزات مع المميز مبارك بن أحمد بن مايد الخيلي الذي يقدم لنا بروفات بو أحمد ما قبل الختاميات ما قبل الذهب. رغم التغيير من مهابة اللي احتلت المركز الأول لسمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان، مهابة مع المركز الأول محفوظ بن خميس إلينيبي في عملية تضميرها، في عملية تضميرها. المركز الثاني، العاصمة تأتي مع المركز الثاني لهجن الرئاسة مع مبارك بن أحمد بن مايد الخيلي، ولكن الشعار العيناوي ما زال مع المركز الأول مع مقدمة الشوط، مع المركز الأول محفوظ بن خميس إلينيبي. ولكن لابد أن يتميز المميز ولو في الأمتار الأخيرة في اللحظات الحرجة. الله، الوصول كان ثنائي أم هنالك مهابة؟ نعم لسمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان، تهانينا على هذا الفوز وتهانينا لمحفوظ بن خميس إلينيبي المركز الثاني العاصمة لهجن الرئاسة. تهانينا المبارك بن أحمد بن مايد الخيلي على هذا الفوز وثالث المراكز. وصلت مع المركز الثالث الهدى لهجن الرئاسة مع صالح بن سعيد بالعرج المري. إذا نكتفي بهذه الثلاث المراكز الأولى ورابعة للشاهنية لحظة وصولها لسمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد المكتوم محمد بن ضعيف بن غدير الكتبي. إذا متابعينا الكرام في كل مكان، شاهدنا شوطنا الماضي وهنا إعادة لشوطنا السابق منذ نقطة البداية من 8 كيلومترات مع مخرجنا أسام الحواري بكاميرات المتعددة في أرجاء ميدان الوثبة ليجعل المشاهد عبر قناة أبوظبي في قلب الحدث. شكرا يا الحواري يا أسامة. وهكذا هي المنافسة، وهنا عندما غيرت مهابة وانتزعت الناموس 12 دقيقة
الدقيقة 57 وست أجزاء من الثانية هو التوقيت الزمني لمهابة. تهانينا لسمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان ولمحفوظ بن خميس لينيبي. 12 دقيقة 57 ثمان أجزاء من الثانية هو التوقيت الزمني للعاصمة. تهانينا لهجن الرئاسة وتهانينا لك أبو أحمد مبارك بن أحمد بن مايد الخيلي. بينما المركز الثالث وصلت فيه الهدى لهجن الرئاسة مع صالح بن سعيد بالعرج المري وتوقيتها الزمني لحظة الوصول قاطعة مسافة الثمانية كيلومترات لا شك بذلك 13 دقيقة كانت حاضرة لحظة وصول صاحبة المركز الثالث. بينما الثواني وأجزاء الثانية هنا 28 ثانية وأربع أجزاء من الثانية هو التوقيت الزمني. إذن متابعينا الكرام في كل مكان هكذا تعلم